الله وبركاته. السلام على جميع المتتبعين قناة شيوات أم آدم بدون غلوتان، وغير المتتبعين اللي كيشوفوا الفيديو لأول مرة. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوينة وعلى التعاليق اللي ماشي زوينة وعلى ديزلايك. يعني هاد المسائل يعني كتخلينا نزيدوا القدام بهذا الاكل الخالي من الجلوتين. والصراحه لله ماشي اي واحد يقدر يصوب هذه المسائل هذه، يعني باقي الناس كثيره وامهات كثيره يعني عندهم مشكله في طريقه مثلا صنع الخبز بدون جلوتين. المهم الحمد لله وصلت واحد النتيجه يعني مرضيه، راضيه على النفس ديالي الحمد لله والشكر لله. دابا غنقدم لكم واحد يعني وصفه خفيفه، ماشي شي حاجه صعيبه، يقدر اي واحد يعني يصوبها. هي المايونيز بدون جلوتين، يعني يقدر اي واحد يصوبه في المنزل ديالو. انا بغيت نشارك معكم هذه التجربه هذه. المهم غادي نحتاجوا بيضه، وغادي نحتاجوا شويه الملحه، وغادي نحتاجوا كاس صغير ديال الزيت نباتي نور الشمس، وغادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال خل التفاح ولا اي يعني خل مسموح. وغادي نحتاجوا هاد الماكينه ديال الطحانه هذه ديال العصير. اول شيء غادي نضيفوا نعملوا البيضه هنايا، هذه راه بيضه بلديه البنات. وغادي نضيف الملحه، وغادي نضيف خل ديال التفاح. المهم غير واحد شويه البنات، ماش نكثرش بزاف، يعني تقريبا معلقه صغيره صافي. وغادي نعمل واحد شويه ديال الزيت، وغادي نبدا نطرب بشويه بشويه حتى يطلع معايا الخليط. هانتوما غتشوفوا قدام كلشي قدام عينيكم البنات، هانتوما كيف ما وريتكم غادي نوريكم يعني الطريقه بالمباشر. غادي نبدا نخوي في الزيت كيف ما كتشوفوا بشويه بشويه، وانا كنطحن. هانتوما البنات انا غادي نكمل باش ما يزعجكمش يعني الصوت ديال الماكينه. غادي نكمل هاد الزويته كلها اللي بقات عندي كيف ما كتشوفوا هنايا، يعني مازال عندي ربع كاس، ونوريكم النتيجه. وهي البنات النتيجه كيف ما كتشوفوا، يعني طحنتو قدام عينيكم، يعني حصلنا على مايونيز يعني بطريقه سهله. دابا غادي نعملو في واحد الزلافه، وغادي نديرو في المجمد يبرد واحد شويه باش نزين به الطبق ديالي. وهاي البنات صلصه المايونيز اللي حضرت معاكم، هاي بردات مزيان. دابا غادي نزين بها هاد الخضره ديالي، الخضره اللي درت وراها مزيانه. المهم انا سلقت هنايا عندي الجزر، وعندي جلبانه، وعندي شويه ديال الرز، وعندي بطاطا صافي. وغادي نزين بها هاد الطبق تاعي، وهانتوما معايا. صراحه هاد الصلصه ديال المايونيز كتجي لذيذه وكتجي رائعه وفي المتناول البنات، علاش لا ما نحضروهاش في هذا الجو اللي كيكون هكا شويه يعني سخون، ما تيقدرش الانسان ياكل شي حاجه اللي ثقيله. مي هذه اكله خفيفه كيف ما كتشوفوا، يعني نخلطها بهذه الطريقه، وغادي نديرها وانا نديرها في الثلاجه عندي تبرد صافي. ومن بعد نقدمها وبالصحة والراحة. شفتوا البنات، يمكن لكم تضيفوا حتى واحد العلبة ديال يعني ديال الطون، يعني بدون جلوتين، هذاك اللي تيكون يعني مكتوب عليه ناتيرال. و
بصحتكم وراحتكم غداتكم البنات كاملين، وكنتمنىكم تدعموا القناة بالاشتراك فيها، يعني بتفعيل الجرس واللايك، وما تنسونيش من التعاليق وما من البارتاج، بارتاج البنات حتى تعم الفائدة على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنتلقاو إن شاء الله في وصفة أخرى من شهيوات أم آدم بدون غلوتين.